وللحديث عن ضحايا الانتهاكات ضد الإنسانية في العراق في اليوم الدولي لضحايا العنف، تنضم إلينا عبر الهاتف من لندن مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الدكتورة فاطمة العاني. أهلا ومرحبا بك دكتورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم وحيي مشاهديكم الكرام. حياك الله. يتذكر العالم دكتورة اليوم ضحايا أعمال العنف، اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا أعمال العنف. كيف ترين واقع العراق في ذكرى اليوم الدولي لضحايا أعمال العنف؟ نعم، بالنسبة للعراق تشير الكثير من الأحداث التي تقع في العراق والتقارير الموثقة أن العنف لا يزال مستمر في العراق، ومظاهره تتمثل في تفشي التعذيب، الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في الحصول على التعليم، على الصحة، الإخفاء القسري الذي يتعرض له الناشطون والصحفيون وأبناء ومختلف فئات الشعب العراقي، الإهمال المتعمد للنازحين، عدم وجود يعني معاملة جميع الشعب العراقي بالمثل، بل هناك التمييز وهناك التهميش الذي يتعرض له أثناء الشعب العراقي، إضافة إلى التهجير القسري، العودة القسرية للنازحين من أماكنهم، الاستيلاء على الممتلكات، الحرمان، الكثير الكثير الحقيقة من أعمال العنف التي تمارس ضد مختلف أبناء الشعب العراقي أصبحت يعني واضحة للعيان ومسألة وظاهرة كبيرة في العراق. نعم. كيف يمكن قراءة ظاهرة العنف في العراق وزيادة صعودا وهبوطا قبل وبعد الاحتلال الأمريكي في 2003؟ ما يحدث في العراق من تفشي لظاهرة العنف في العراق هو بسبب أولا العدوان الأمريكي على العراق والهيمنة الأمريكية على العراق، والتي أدت إلى يعني بروز ما ممارسات للاحتلال ضد أبناء الشعب العراقي، وكان هذا واضح من خلال عمليات القتل وعمليات التعذيب وغيرها من الممارسات، تهجير المواطنين من مناطقهم ونشر الطائفية التي هي يعني عن طريق العملية السياسية أو غيرها من المظاهر. كل هذه إضافة إلى الحكومات المتعاقبة بعد الاحتلال، وهذه نتيجة العملية السياسية التي ودستور العراق الذي تأسس إلى عنف جديد استمر لحد الآن. ولذلك الاحتلال الأمريكي للعراق والحكومات المتعاقبة هي من كانت السبب الرئيسي في هذا التواصل المستمر لعمليات وازدياد ظاهرة العنف في العراق. رغم الدعوات الأممية لوقفها، حقوقيون يؤكدون استمرار انتهاكات حقوق الإنسان والعنف ضد المدنيين في العراق. لماذا لا تلتزم الحكومة بالمواثيق التي وقعتها وتلبي الطلبات الأممية أو المتطلبات الأممية والحقوقية لوقف العنف في العراق؟ الحكومات التي جاءت بعد الاحتلال الأمريكي جميعها حكومات ليست بالوطنية وليست لديها الالتزام والخطط التي تهدف إلى مصلحة أبناء الشعب العراقي. جميع الذين جاءوا هم للسلطة في العراق هم ينفذون أهداف الأجنبية وخاصة أهداف أمريكا وإيران في العراق، إضافة إلى سعيهم وراء مصالحهم الخاصة لا أكثر ولا أقل، والاستيلاء على المناصب وعلى المسؤوليات في الحكومة التي أصبحت الآن تدور عليهم أموال طائلة يتمتعون بها في العراق وخارج العراق، ولذلك لا تهمهم مصلحة العراقيين، ولو كانت هناك هم لهم لكانوا فرضوا القانون في العراق، والذي يساعد هو والطريقة الوحيدة التي تساهم في القضاء على العنف، بل على العكس من ذلك استمروا بسياسة الاحتلال واستمروا على النهج الذي خطه الاحتلال الأمريكي في العراق، ولذلك لم نرى لحد الآن أي تغيير ولم نرى أي يعني ضوء في نهاية هذا النفق المطلب من استمرار لدورة العنف في العراق.
العنف يبدأ من العنف اللفظي إلى القتل خارج إطار القانون، وهذا ما وثقته لجنة حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين في العراق خلال تقرير أثبتت فيه تزايد ظاهرة المقابر الجماعية في العراق. كيف ترين تزايد هذه الظاهرة في السنوات الأخيرة؟ نعم، ما زالت هذه الظاهرة في ازدياد مستمر، والأيام القادمة سوف تكشف عن المزيد من هذه المقابر ومن الكثير من عمليات العنف، خاصة وأن العراق يعاني من عدم الاستقرار السياسي وبحث المسؤولين في هذه الحكومة والحكومات التي سبقتها عن مصالحهم الشخصية فقط دون الالتفات لمصلحة العراقيين. إضافة إلى ذلك فإن القضاء العراقي أصبح قضاء مسيسا ويخضع لسلطة الأحزاب، وبالرغم من أنه يجب على القضاء العراقي أن يكون نزيها ومحايدا فإن هذا لم يلتزم به القضاء لحتى الآن، بل على العكس يعني الكثير من يعني التقارير أثبتت عدم إزاحة هذا القضاء وخضوعه بصورة تامة للأحزاب. ونرى الآن كيف أن السلطة القضائية في العراق تغير من قرارتها بين الحين والآخر. إضافة إلى ذلك فبالرغم من أن المواطنين يعني يريدون الشكوى أو يقومون بالشكوى للقضاء من عمليات العنف التي يتعرضون لها فإنهم لا يجدون صدى لذلك، بل على العكس من ذلك نرى أن القضاء يحمي هؤلاء المتسلطون على رقاب الشعب العراقي والذين يمارسون العنف بصورة مستمرة ولا يضرب بيد من حديد على كل من يعني ينتهك أي حق من حقوق الشعب العراقي أو يمارس أي عنف ضد الشعب العراقي. اليوم ذو ضحايا مجزرة جامع مصعب بن عمير يستذكرون المجزرة بعد قرار الإفراج الذي حصل بالنسبة للمتهمين، ألا يفتح ذلك الباب أمام ظاهرة الإفلات من العقاب في العراق؟ كيف ترين أثرها على سير العدالة ومن ثم وقف الانتهاكات والعنف ضد الأبرياء؟ يعني أحد مظاهر انتشار العنف في العراق هو ظاهرة الإفلات من العقاب، فترى أن المسؤولين عن ما يحدث من جرائم ضد أبناء الشعب العراقي أحرار وطلقاء ويتمتعون بكافة الحقوق ويجدون المساندة من الحكومة ومن القضاء ومن الأحزاب ومن الميليشيات، ولا هناك أي صوت يصغي إلى حق المواطن العراقي في استحصال الحقوق عن طريق القضاء. هذا الاستمرار في هذا الإفلات من العقاب سوف يؤدي إلى استمرار دورة العنف في العراق وتدهورها إلى أكثر، وسوف تؤدي إلى وصول العراقيين إلى نفق مسدود، وأصبح هذا الآن واضح في المشهد الحالي للعراقيين من يعني وصول حتى أصبحت أن الإفلات من العقاب أدى إلى أن المتنازعون على السلطة في العراق أوصلوا وأوقفوا حال العراقيين وأوصلوا العراق إلى ما هو عليه الآن. القضاء يجب أن يتمتع بسلطة مستقلة ويجب أن يتم احترامه سواء من المسؤولين وسواء من المواطنين، وذلك لأن الطريق الوحيد للحد من العنف هو القضاء على كافة أشكال من خلال الضرب بيد من حديد وتقديم جميع المسؤولين عن أي انتهاكات وأي جرائم بحق الشعب العراقي إلى العدالة ليأخذ العدالة مجراها ويتم محاسبة جميع المقصرين، وبالتالي تستقر الأحوال في العراق ويشعر المواطن بالأمن والأمان وبالتالي تطور المجتمع. أما أن يبقى هذا الحال على ما هو عليه فإن ما يحدث في العراق هو مجرد عملية دورة مستمرة من التدمير والعنف. مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الدكتورة فاطمة العاني كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.